معناه بأن هذا الشاب والشابة توفوا في هذه اللحظات. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا في هذه البلاصة شوفوا معي الترام تحيدت له هذيك الماسك ديالو قدامي تحيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا مشيت للجرام صدمة على أسر جوج ديال الشباب اللي توفاو في سكات الترامواي بعد ما صدمهم الترامواي. يعني شوفوا معنا الأسر ديالهم في واحد الحالة هستيرية، واحد الحالة ديال الصدمة. إن لله وإنا إليه راجعون. حنا أمام مستعجلات ديال بواخي مدينة الدار البيضاء. إن لله وإنا إليه راجعون. الله يصبر الأسر ديالهم في هذه ديالهم. يعني اللي سخان اللي في الحالة ديالو يعني هستيرية من البكاء. واش هي السيد خدامة معاها بغا يوصلها؟ قدر عليهم الله، توفاو بجوج الله يرحمهم بجوج. شنو نقول لك؟ انت داكشي اللي ما عرفتش شنو اللي وقع. دا زيد في 2003 والدري اللي معاه زيد في 2001. إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدي قناة شوف تي في، الله يرحم الشابة إكرام ويرحم سي محمد. جوج ديال الشباب فريعان شباب ديالهم، ويصبر الأب ديالها والأم ديالها. معنا الأب ديال إكرام اللي دارت حادثة سير البارح بالموتور هي وواحد الشاب باقي في مقتبل العمر زهور، يلاه تفتحات. للاسف الشديد كنعرفوا ان بعض التعليقات، بعض الناس اللي ما تيخافوش الله ما كيكفيهمش ان هاد الناس مألمين، ما كيكفيهمش ان هاد الناس مضرورين، ما كيكفيهمش اشنو واقع، كيبقاو كيهضروا ما كيحسوش براسهم، هما ما تيحطوش ريوسهم في بلاصه هاد الناس. ما كتجي مصدمه، ما عارفوش باش غادي يواجهوا هادشي. شنو وقع با؟ شنو وقع؟ وقع شنو نقول لك؟ انت داكشي اللي ما عرفتش شنو اللي وقع. تعيطوا عليك قالوا لك اجيره اكرامات. تنشوف بعدا يلا خدمات مسكين. والمهم شي بعدا تنشوف بعدا اختي يلا خدمات. الله يرحمها. الله يرحمها ويولي برحمته. الله يولي برحمته. الله يرحمها مسكينه. الله يرحمها. دعي معي كرام مسكينه. الله يرحمها. الله يرحمها مسكينه. يلا خدمات. يلا بدات الخدمه ديالها. واحنا ما كنشوفوها قليل، ما فيها صداع، ما فيها بلا، ما فيها غوص. الناس كلهم كيشكروها وتيقول لك طيبه، والجاره قالت لينا طيبه ومتخلقه. الله يرحمها يعني مسكينه كنشوفوها قليل. سلام سلام. كانت خارجه البارح من الخدمه. هادشي اللي قال الاب ديالها، هي مسكينه خدامه راه يلاه خدمت، حتى ما يمكنش شي سوبر مارشي. نعم. واش هي السيد خدامه معاها بغا يوصلها؟ قدر عليهم الله، توفاو بجوج الله يرحمهم بجوج. الله يرحمهم بجوج. كيدير الام ديالها مسكينه؟ كيدير انا باقا في واحد الحاله. الله يشوف من حالها. شحال عندها من عام اكرام؟ عندها زيد في 2003 والدري اللي معاه زيد في 2001. 20 سنه 22 سنه. 19 سنه الدري. الله يرحمها والله يوسع عليها دقه القبور. الله يلحقنا على مؤمنين. إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذه اللحظات نقل جثامين الشابة والشاب اللي ماتوا ضحية حادثة سير بالدراجة النارية في السكة ديال الترامواي. الله يرحمهم والله يوسع عليهم ضيقات القبور. الله يصبر العائلات ديالهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. شابة في مقتبل العمر من مواليد 2003، والشاب ايضا من مواليد 2001 حتى هو في عمر الزهور. الله يصبر العائلات ديالهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اذا كيف ما كتشوف معنا النقل جثمان الشابة إكرام واللي توفات جراء حادثة سير خطيرة فوق سكة الترامواي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم أهلها الصبر والسلوان. اللهم اجعلها عروس من عرائس الجنة يا رب، واجعلها من الشهداء والصالحين، واجعلها مع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. شابة جميلة متخلقة
في مقتبل العمر، الله يكون مع العائلة ديالها، الله يصبر الأم والأب ديالها يا رب. مشاهدي قناة شوف تيفي، نقل جثمان الشابة إكرام اللي مشات ضحية حادثة سير مروعة على متن دراجة نارية فوق سكات ترامواي. الله يصبر الأهل ديالها، الله يصبر الأم والأب ديالها. مشهد صادم ومؤثر، مشهد أكيد أنه غيبكي الصغير قبل من الكبير. لهلا يضر شي واحد في الكبدة ديالو، لا يضر شي ام ولا شي اب في كبدتهم. اكيد ان اي واحد فينا تيبغي ان وليداتو هما اللي يدفنوه، ولكن ملي كتنعكس الصوره وليداتنا بلدات اكبادنا كيوقع لهم شي مشكل، اكيد كتكون صدمه كبيره والالم اكبر. شفنا ان الاب هو اللي مرافق البنت ديالو في السياره ديال نقل اموات المسلمين، ماشي سهله عليه، ماشي سهله عليه، صعيبه عليه بزاف، خصوصا ان الطريقه ديال الوفاه كتكون شويه، ملي كتكون حادثه سير كتكون شويه الالم اكثر. يعني الانسان ما مرض، ما قلبتيه، ما شفتيه، ما وصاك، ما هضر معاك، ما حتى شي حاجه. ده مؤلم جدا، مؤلم. الله يرحم إكرام، الله يرحم إكرام ويجدد على الرحمات ويصبر العائلة ديالها والأصدقاء ديالها. مؤلم، مؤلم جدا، وفاة مؤلمة وصادمة لشابة في مقتبل العمر من مواليد 2003، تشتغل بإحدى المؤسسات التجارية الكبرى. يلاه بدات مسكينة في الحياة، يلاه بدات في الخدمة، يلاه مسكينة عندها أحلام وعندها تطلعات، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الشيء اللي قسم الله سبحانه وتعالى. قدر الله وما شاء فعل، كل واحد كيفاش كيكتب لي الله سبحانه وتعالى كيفاش الوفاة ديالو. إن لله وإن إليه راجعون. وفاة صادمة شابة في مقتبل العمر. دراسة وديال طفلة، طفلة لا زالت طفلة. أكيد تقبلت عائلة إكرام هذه الفاجعة، هذه الحادثة المميتة. إذا رحم الله إكرام، الله يصبر العائلة ديالها، الله يجعلها عروس من عرائس الجنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. Thank you.
Thank you.